مشهد يدور عن شخص شكاك. الله الله، طبعا كنت فاكراني نايم، او كنت فاكراني نايم على وداني. كنت فين يا منى؟ لا لا كدب، لا منى هاتي وريني موبايلك، وريني. الله، مين بقى محمد النجار اللي معلق لك على الصوره ده؟ اعمل لك احضانا البيه شويه شويه، اعمل لك ابو وثني. الله، ايه اللي في ايدك ده؟ دي شنطه هدايا، جايبه له هديه. وانت فاكر لما تحطها في شنطه هدايا مش هعرف انها هديه؟ وريني الكرافته، الكرافته اللي شاورت لك عليها واحنا في وسط البلد وقلت لك اني نفسي فيها وبتمناها من ربنا، جايبها له؟ جايبها لمين؟ جايبها لي انا؟ اكيد جايبها له يا هانم يا خاينه. عشان النهارده عيد ميلادي؟ صحيح. ايوه، امشي امشي امشي، مش عايز اشوف وشك. يا نهار ازرق، انا عكيت الدنيا. صحيح، ده النهارده عيد ميلادي. الو، ايوه محمد، نزلت الهانم الخاينه، امشي لي بقى وراها وشوف لي هي رايحه فين، واعرف لي محمد نجار ده ابوها فعلا ولا مجرد صنايع عادي. انا عاوز اقول لك يا امير ان انا كنت يعني كنت كاتب كده ان انا كنت عاوز ان يبقى في كونفليكت، يعني محمد نجار ده ان نعرف انه قريبها في النص، نعرف ان الهديه ليك في النص، فلقيتك ان انت عامل كل ده فعلا ومش عارف لحقت عملت المشهد ده امتى. برافو عليك يعني، برافو عليك. ازاي لونت؟ ازاي اتكسفت؟ ازاي برضو لسه شاكك ومفيش فايده فيك؟ بس كويس قوي 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 قوي، توب. شكرا بجد، مسألة صعبة جدا وفعلا عملت حاجة لطيفة جدا. شكرا شكرا. جالي كل الأفكار اللي في العالم، كل الأفكار اللي كنت محضرها وما كنتش محضرها فجأة ضربوا كلهم في دماغي. شهادة كبيرة من فنانة كبيرة يسرى. موضوع توبي ده، يا سلام، ده حاجة يعني. أقول إيه على كده، أكتر من كده أكيد فرحان قوي. طب